بمناسبة الذكرى 23 لميثاق العمل الوطني، استضاف صرح الميثاق الوطني فعالية ضوء وميثاق، والتي شاركت فيها معالي الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة في جلسة حوارية بعنوان ميثاق فتح الآفاق، دور ميثاق العمل الوطني في تقدم المرأة، وذلك بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، وسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، وعدد من المسؤولين وطلبة الجامعات. وفي بداية الفعالية ألقى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي كلمة أشاد فيها بالإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورحمه، وما تشهده المملكة من مسيرة تنموية شاملة، مشيرا إلى أن صرح الميثاق الوطني الذي جاء بمبادرة كريمة من جلالته يعتبر ذاكرة للأجيال تجسد تاريخ مملكة البحرين العريق ومسيرتها الوطنية المباركة، مضيفا أن الصرح يحتوي على محطات حضارية مهمة وهي محل الفخر والاعتزاز، وتعبر عن حاضر مزدهر ومستقبل مشرق. كما توجه بالشكر لوزارة الإعلام والجهات المتعاونة في تنظيم هذه الفعالية التي تهدف إلى تخليد ذكرى ميثاق العمل الوطني والإجماع الشعبي عليه. من جانبه رفع سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مهنئا شعب البحرين العزيز بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي انطلق بإرادة ملكية سامية وإجباع شعبي غير مسبوق، شكل إشراقة مضيئة لمسيرة التحديث والنهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مملكة البحرين في مختلف المجالات، وقطف ثمارها جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة. وركزت مداخلة معالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة على مظاهر تقدم المرأة البحرينية في ظل ميثاق العمل الوطني وما تحقق من منجزات رائدة في مجال دعم المرأة البحرينية وضمان تقدمها في مختلف المجالات. ثم تلتها جلسة نقاشية بعنوان دور ميثاق العمل الوطني في ترسيخ حرية الرأي والتعبير، تحدث فيها كل من الكاتب الصحفي محميد المحميد والدكتورة لولو بودلاما مستشار شؤون الإعلام بوزارة الإعلام، حيث أكد أن حرية الرأي والتعبير المسؤولة تشكل أساسا لميثاق العمل الوطني وأحد ثوابته الرئيسية. كما تم خلال الاحتفال عرض فيلم وثائقي من إنتاج وزارة الإعلام بمناسبة الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين لمملكة البحرين، تلبية لدعوة كريمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وهي الزيارة التي كانت محط اهتمام العالم. بعدها قام الزوار بجولة في أرجاء المعرض الرئيسي الذي يستعرض ماضي البحرين وحاضرها وتطلعاتها المستقبلية باستخدام الأجهزة التفاعلية، إلى جانب عرض عدد من المجسمات والوثائق الخاصة بتلك المراحل المختلفة. الجدير بالذكر أن فعالية ضوء وميثاق هي فعالية وطنية من تنظيم وزارة الإعلام بالشراكة مع صرح الميثاق الوطني والمجلس الأعلى للمرأة وأكاديمية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية ومركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وجامعة البحرين ومجلس التعليم العالي. وسلطت الضوء من خلال جلسات فكرية ومعرض كتب وفيلم وثائقي وزيارات تعريفية على مراحل إقرار ميثاق العمل الوطني وما تحقق لمملكة البحرين من منجزات حضارية وتنموية في ظل ميثاق العمل الوطني. اليوم موجودين في هذا الصرح الوطني العظيم، صرح ميثاق العمل الوطني بمناسبة اقتراب ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل البحرينيين واللي تشكل حقيقة ذكرى ل حدث مهم في تاريخ المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. واليوم الحقيقة تم تنظيم فعاليتين تسلط الضوء على الأثر الكبير لميثاق العمل الوطني في جميع مناحي الحياة والآثار الإيجابية اللي حققها على مستوى تقدم المرأة. وفي هذه المناسبة نشكر الحقيقة معالي الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة اللي تفضلها بتقديم محاضرة لأبنائها الطلبة ولجميع الحضور اللي كانوا موجودين
كانت مثرية جدا لجميع الحضور، وأيضا بمناسبة أيضا كون منام عاصمة الإعلام العربي حبينا أيضا نسلط الضوء على انعكاس ميثاق العمل الوطني على الحريات الإعلامية، وكان عندنا اثنين من الإعلاميين المتميزين لما الأستاذ محميد المحميد والدكتورة لولو ودلامة اللي قدموا الحقيقة نماذج حية عن كيفية التطور اللي حصلت على مستوى المشهد الإعلامي بشكل عام خصوصا في على مستوى الحريات. تبع ذلك جولة في متحف ميثاق العمل الوطني كانت مميزة الحقيقة، المتحف ثري بالتاريخ البحريني ومقتطفات من الثقافة البحرينية استفادوا منها الطلبة وحتى جميع الحضور اللي موجودين. الطلبة بعد ما انتهت الجولة توجهوا إلى الخارج لتتبع أماكن حفر ذكرى والدينهم في التصويت على ميثاق العمل الوطني، وهذه الحقيقة شيء أسعدني، وأنا أيضا كذلك شاركت في هذا الشيء ورحت شفت المكان اللي تم تدوين فيه اسم والدي واسم والدتي تخليدا لجميع من شاركوا في التصويت على ميثاق العمل الوطني. نتمنى بإذن الله أن أفراح البحرين دائما تستمر، المناسبات الوطنية السعيدة دائما تستمر في ظل القيادة الحكيمة من مملكة البحرين، وإن شاء الله بإذن الله دائما إلى تقدم وازدهار في ظل المسيرة التنموية الشاملة لسيد جلالة الملك. إقامة مثل هذه الندوات الخاصة بميثاق العمل الوطني وتعريفه وخصوصا للفئات الشابة اللي ما يعني اللي هم انخلقوا ووجدوا نفسهم في جيل الإصلاح، مهمة جدا جدا لتبيان أثر وأثر الميثاق على حياتنا اليوم، أيضا يعرفون المراحل اللي مرت فيها مملكة البحرين من أجل إظهار هذا المشروع الوطني الجبار الإصلاحي اللي فعلا غير مسيرة وتاريخ البحرين الحديث. للأمانة اليوم زيارتي للصرح استفدت أمور كثيرة، تعلمت من الندوة اللي صارت وقاعد أشوف المكان، الأمانة أول مرة أزوره ومكان جدا جميل وقاعد يعلمني عن الميثاق أمور جديدة وقاعد أتعرف على البحرين قديما، يعني للأمانة استفدت. كلنا سمعنا عن الميثاق من إحنا صغار، بس اليوم صراحة هاي الندوة والمحاضرة يعني فادتني وايد، عطتني معلومات أكثر واستانست صراحة فيها وحبيت أول مرة أيي، فاستانست وايد وتعلمت أشياء أكثر. طبعا أحب أشكر القائمين على هالصرح العظيم، على أنهم سمحونا اليوم بهالزيارة، وايد كانت تجربة ممتعة ومثيرة إن شلون وصلنا لهال، يعني إحنا شايفين برا التطور اللي إحنا فيه وشون واصلينه، بس شلون بدأت وشون خطوات وهالأشياء كلها، جدا كان مهم إن إحنا نعرف البيزكس مالها. سعيد بزيارة اليوم لصرح ميثاق العمل الوطني، زيارة جميلة، استمتعت بالمعرض المصاحب وبالندوات الموجودة، وكذلك جربت خاصية أول مرة أجربها وهي البحث عن الأسماء من خلال الشاشة الموجودة، لقيت اسم الوالد والوالدة ويد زرتهم عشان أشوفهم على أرض الواقع. كنا سعداء اليوم بتواجدنا في فعالية ضوء وميثاق، هذه الفعالية للأمانة كانت جدا جميلة، ولكن الملفت فيها كان هو إمكانية أن احنا نقدر نبحث عن أسماء أهالينا أو كل من صوت على الميثاق في ذاك الوقت، ونقدر أن احنا يعني ندور أسماء على جدران هذا الصرح، صرح ميثاق العمل الوطني.